هل أعجبك شعري؟ قصصته البارحة. أعجبني أحمر شفاهك أيضاً. يا إلهي، لست مستعدة، سأضع المزيد من أحمر الشفاه. أراك غداً. أوه، ما أجملك. مرحباً. هل يمكنني السير معك؟ لكن ظننت أنك على وشك. بقيت ساعة واحدة فقط على انتهاء المناوب. هذه الأغنية رهيبة. أجل، أرقص عليها تلقائياً. شكراً. أوه، جيد جداً. من التالية؟ مرحباً. فستانها جميل، صحيح، لكن هل يمكنها الغناء؟ غير مبهر. يا للهول، ما هذه النقود؟ صوتها ممل، متى ستنتهي؟ أيقظيني عندما تنتهي. مهلا، من تلك الفتاة خلفها؟ واو، إنها عاملة التنظيف. هل هذا صوتها الحقيقي؟ نبرته مميزة. إنها موهوبة. سأنصرف. لا تتحركي. ماذا؟ أنا في المسابقة؟ أنا ملكة الحفلة؟ انتهت المنافسة. أنت جديرة بهذا التاج. تهانينا. وأخيراً عثرنا على موهبة حقيقية. تجاهل القفازات. من تظن نفسها؟ هذا التاج يجب أن يكون على رأسي. سأضع المزيد هنا. مرحباً بيتي، لنشاهد فيلم معاً. هل يمكننا الذهاب بسيارتك الجديدة؟ مرحباً ميكي، أعجبتني سترتك الجينز. شكراً. يجب أن أذهب لحصة الكيمياء. وهل أنا مزهرية؟ ألوان، أحتاج لوحة رسم فارغة. سيكون هذا المقلب رائعاً. لا أظن أن سترتها ستعجب توماس بعد الآن. بسرعة، لا أحد يرتدي ملابساً مبقعة. كما لو أنها ملطخة بالخردل. نعم، هناك شيء على سترتك. أو لا، كيف وصلت هذه البقعة هنا؟ لا تقلقي، لن يلاحظها أحد. هذا محبط، لكني سأصلحها بنفسي. هل توجد بقعة على ملابسك؟ يمكنك الإبداع وابتكار شيء فريد منها. ارتدي قفازاً وغطه بالدهان، ثم اطبعه على القماش. انظر إلى هذه الألوان المرحة، ويمكنك رش الألوان لإضفاء لمسة فنية. وانتهيت. هجل، حولت البقعة إلى قطعة فنية. واو، يجب أن أصورها. سينبهر الناس بتصميمك الفريد. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا أصبحت سترتها رائعة؟ أجل، كل شيء جاهز. واو، لقد خرجت. المعذرة، لن تذهبي لأي مكان. ربما ستغير النقود رأيك؟ هذا سرنا الصغير. تفضلي يا آنسة. كيف الحال؟ أحضرت لك أحدث هاتف آيفون. لدي واحد مثله. لم أتوقع هذا. هذا محرج. مرحبا، هل يمكنني؟ لكني رسمت هذه اللوحة لها. ممنوع. هو مهلا، دعها تدخل. ما أروع هذه اللوحة. ماذا؟ كيف دخلت ميكي؟ هذا ظلم، أنا سيئة في الرسم. حسنا يا طلاب، من سيحل هذه المعادلة؟ أي أحد؟ ليس أنا. بيتي، تحركي وتعالي هنا. أوف، حسنا، ابدأي الحل. هيا. لا أعرف طريقة حلها. ماذا؟ اجلسي. يا إلهي، لماذا صرخت علي؟ من يريد حلها؟ تعالي أنت.
ميكي مجدداً ها؟ هل تنورتها مثقوبة؟ كم هذا مؤسف. حاولي شراء شيء جديد ولو لمرة في حياتك. أنا قادمة. أوه تنورتي. لباسها الداخلي. انظر إلي. حسناً سأحول الموقف إلى تجربة إيجابية. ما أروع هذه الحركات. لا تتوقفي. حسناً ستحصدين الكثير من الإعجابات. ما أروعها. سأسميها رقصة اللباس الداخلي. أجل هذا رائع. هذا مبهر. حصدت الرقصة إعجابات هائلة. لماذا حظها يفلق الصخر؟ طفح الكيل. ما أقوى الطالبات الثريات. تتبختران بكل غرور. لم نلتقط صورة سيلفي اليوم. لا تنسي الفلتر. مهلا لا أظهر في الصورة. التقطي المزيد من الصور. ابتسمي. هل أنت راضية الآن؟ كلا. مشكلات الثريات. لدي مشكلات أكبر مثل رمي قمامة متراكمة. من أين جاء هذا الكيس؟ صور سيلفي ها؟ خطرت لي فكرة رائعة. يجب أن أجهز المكان. سأضع الهاتف الآن. سيثبت في مكانه بهذه الطريقة. إنه أشبه بحامل هاتف. حسناً. يا إيسي. أنا؟ نعم. أنا قادمة. هل تريدين التقاط صورة معي؟ ستظهر كلانا في صورة. النتيجة؟ واو تبدو رائعة. أنا ظاهرة في الصورة. إيسي مرحبا. سأظل معك لبعض الوقت. ما خطبها؟ ما رأيك بفستاني الجديد؟ إنه مذهل. تفضلي شرابك. شكراً. هل هذه ميكي؟ ما الذي ترتديه؟ يذكرني بفساتين جدتي. حسناً يا حضور لنبدأ هذه الحفلة. هذا البالون جميل وبراق. ألهمني بفكرة. أظن أني بحاجة للمزيد من الجليتر. بكل بساطة سأحضر مثبت الشعر الآن. سيعمل مثل السحر. ألا يبدو براقاً الآن؟ على العموم هل هذه ميكي؟ يبدو فستانها براقاً. ها؟ ما أروع فستانها. يجب أن أعرف المتجر الذي اشترته منه. ماذا عن فستاني؟ انتهت الحصة أخيراً. أنا أتضور جوعاً. ماذا؟ نسيت الشطيرة؟ لماذا يتذمر؟ أجزم أنه لم يرى تفاحة كهذه في حياته. تفضل يا كيفن. شكراً. أوه أي. شكراً لكن لا. غريب أطوار. كيفن يمكنك أخذ تفاحتي. ما المميز في تفاحتها العادية؟ قد يمتلك المرء الكثير من المال لكن هذا لا يضمن نيله محبة الجميع. اجذب الآخرين ببساطتك ولطفك. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لرسم البسمة على وجوههم. هل شاهدت هذين المقطعين؟ اشترك في قناتنا حتى لا تفوتك مستجداتنا.